طيب خليني اعرف النهارده برضو ظاهره تكتل الشماريخ الزهريه، يعني هي المشكله دي سببها هل هو فعلا زي ما الباشمهندس احمد الصاوي قال كان يعني مشكله في الجدر، ولا هي مرض فيروسي، ولا هي نوع من انواع سرطانات شجره المنجر؟ هو حضرتك بالنسبه للتكتلات الزهريه ممكن نقول ان هي الفتره اللي فاتت او الفتره اللي انتشرت فيها التكتلات الزهريه ما كانش في، كان في مدارس، في مدرسه بتقول ان هي مرض فيسيولوجي، في بعض المدارس بتقول انه مرض فطري، في بعض المدارس بتقول انه مرض فيروسي، مفيش حد وصل له لحاجه صريحه بالنسبه له. احدث الابحاث اللي عملتها اسبانيا والهند ودي في الفتره الاخيره كانت بتقول ان المسبب المرضي نوع من انواع العنكبوت الاحمر اكروسات براعم المانجا، وده بينقل نوع معين من الفطر الفيوزاريوم. الفطر الفيوزاريوم ده لما بينشط على البرعم بيسبب عمليه التكتل الزهري. التكتل الزهري ده عباره عن تحول البراعم او تحول الازهار المؤنثه والخنثى اللي موجوده اللي بتاعت عندي لازهار مذكره، ما بيحصل فيها فشل في العقد. جميل. فدي ايه طرق المكافحه؟ احنا بنقلل الظاهره دي. طب نقللها ازاي؟ الاصابه بتبقى موجوده في منطقه التكتل الزهري ومسافه 15 ل 20 سم تحت التكتل الزهري. مظبوط. فاحنا بنوصي الفلاح ان هو يزيل يزيل التكتل الزهري زائد كعب من تحت، اللي يعني هي نسحب كمان كعب تحتيه يعني يعني 30 سم كمان وبنقص. وبعد ما بنخلص الارض او ان انا النهارده خلصت المساحه دي برش مبيد فطري جهازي او مبيد يتخلص يعمل لي عمليه تطهير زي الاكسوكلور نحاس، كبريتات النحاس، هيدروكسيد النحاس زي ما الباشمهندس احمد صومي قال بالظبط. جميل جدا. طيب جميل جدا. طب خليني برضو اعرف من حضرتك يعني اهم الاخطاء الشائعه اللي ممكن انت ترصدها اللي الفلاح ممكن ما ياخدش باله منها وتخسره كتير. تمام. هو من اكتر الحاجات اللي شفتها الفتره اللي فاتت في جناين المانجو في المنطقه كانت الاصابه بحفار الساق. الاصابه بحفار الساق، الحفار ده بيبقى شيء زي السوسه بتاع النخيل بالظبط، بيبقى جوه الساق. الفلاح بيلاقي الشجره عنده وقفت النمو بتاعها، بدات تقص، الشجر بتاعها بيموت من فوق ومفيش اي اصابه ظاهره لان الحفار شغال جوه. وده بنستدل عليه ان جذع الشجره بيبقى عليه زي بالظبط زي ما يكون زيت لونه اسود موجود على جذع الشجره، شبه التصمغ كده شويه. زي التصمغ. والتصمغ في المانجا بيبقى نوعين. النوع الاولاني انه بيظهر عندي لون اسود وده بيبقى سببه الحفار شغال جوه، ده لازم نتدخل بمبيد جهازي. جميل. النوع الثاني وده بيظهر لونه برتقاني، والنوع ده بيبقى بسبب اختناق التربه، بيبقى مستوى الماء الارضي عندي مرتفع فبيسبب عمليه التصمغ، يعني ضعف عمليات الصرف. ده بيبقى بمشكله الصرف او ميه زياده، تغريب او ميه زياده. يعني اذا عندنا مشكلتين مهمين جدا، مشكلتين تصمغ، لما نلاقي اللون الاسود نعرف ان في حفار الصف شغال جوه، اذا لقينا اللون البني معناها ان اللون التربه بتاعتنا طبعاً مكتومه ومحتاجه تتهوى شويه، او في مفيش صرف، او يعني جذر الشجره قاعد في منطقه الرطوبه بتاعتها عاليه جدا. تمام. طيب يعني خلينا برضو اعرف النهارده ايه المشكله من العمليات، يعني ان انا اغرق الارض، وايه المشكله ان انا اعطش الارض. تمام. يعني ضرر ده وضرر ده. تمام. بالنسبه لتغريق الارض، انا لما بيحصل عندي كميه ميات كبير والارض ما بيحصلهاش عمليات الخدمه من عزيق وغيره، فالارض بيحصل فيها طبقات صماء. طبقات الصماء دي بتعمل عمليه اختناق للجذور. اختناق الجذور ده بيسبب عندي اعفان جذور، بيسبب عندي وجود بقى اللي هي التصمغات اللي بتظهر على الجذع، ودي عمليه فسيولوجيه لازم تتعالج. الارض نفسها يحصل فيها مصارف، يتعمل فيها يتشق فيها مصارف عشان تبدا تسحب الميه، لازم الارض يكون فيها عزيق على مسافات تهويه للتربه، لازم انظم عمليه الري. جميل. طيب وبالنسبه بقى لعمليه ان انا احرم الشجره بتاعتي او اصومها، دي على حسب الفتره اللي موجوده فيها في السنه. لو انا حصل عندي تصويم بعد العقد ده بيسبب تساقط العقد، ودي من ضمن المشاكل اللي بتحصل عندنا هنا في الفيوم بخصوص المنوبات. لو حصل عندي، لو انا رويت في فتره التزهير، وخصوصا في فتره التزهير عندنا هنا في الارض الغمر، بيزود الرطوبه عندي، بيزود عندي البياض الدقيق. لذلك احنا بننصح في فتره التزهير اللي هي بتبقى غالبا من نهايه شهر واحد بدايه شهر اثنين لحد نص شهر ثلاثه، ان احنا بنقلل كميات الميه، ده علشان ما يزيدش عندي الرطوبه مع درجه الحراره تبدا يبقى موجود عندي بياض دقيق. فدي من العمليات الوقائيه. انما بعد العقد مباشره لازم يكون في مستوى ميه مناسب للشجره، لان العطش في الفتره دي بيسبب عمليه التساقط. جميل. يعني انا عايز اشكرك جدا باشمهندس كريم على المعلومات القيمه اللي حضرتك قدمتها، ان شاء الله كل المشاهدين يكونوا استفادوا بيها. اشكرك. شكرا يا فندم. شكرا. اعزائنا المشاهدين، بنوصل معاكم كده لحد اخر حلقتنا، لكن